الوحدة السابعة حكاية اللبؤة والإسوار وابن آوى. بين يدي النص كليلة ودمنة كتاب يتضمن حكايات ترشد إلى الحكمة والأخلاق، يرويها الفيلسوف بيدبا على ألسنة الحيوانات، ويعود الكتاب إلى أصول هندية ترجمه وعربه عبد الله بن المقفع من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية. وتشير فكرة الحكاية التي بين أيدينا أن الإنسان يجازى بمثل عمله، وأن عاقبة الظلم وخيمة. القراءة. قال الفيلسوف بيدبا: زعموا أن لبؤة كانت في أجمة ولها شبلان، وأنها خرجت في طلب الصيد وخلفتهما في الكهف، فمر بهما إسوار فحمل عليهما ورماهما فقتلهما وسلخ جلديهما فاحتقبهما وانصرف بهما إلى منزله، ثم إنها رجعت فلما رأت ما حل بهما من الأمر الفظيع اضطربت ظهرا لبطن وصاحت وضجت، وكان إلى جانبها ابن آوى، فلما سمع صياحها قال لها: ما الذي تصنعين وماذا نزل بك فأخبريني به؟ قالت اللبؤة: شبلاي مر بهما إسوار فقتلهما وسلخ جلديهما فاحتقبهما ونبذهما بالعراء. قال لها ابن آوى: لا تضجي، واعلمي أن هذا الإسوار لم يأتي إليك بشيء إلا وقد كنت تفعلين بغيرك مثله، وتأتين إلى غير واحد مثل ذلك ممن كان يجد بحميمه ومن يعز عليه مثل ما تجدين بشبليك، فاصبري على فعل غيرك كما صبر غيرك على فعلك، فإنه قد قيل: كما تدين تدان، ولكل عمل ثمرة من الثواب والعقاب، وهما على قدره في الكثرة والقلة، كالزرع الذي حضر الحصاد أعطى على حسب بذره. قالت اللبؤة: بين لي ما تقول وأفصح لي عن إشارته. قال ابن آوى: كم أتى لك من العمر؟ قالت اللبؤة: 100 سنة. قال ابن آوى: ما كانت قوتك؟ قالت اللبؤة: لحم الوحش. قال ابن آوى: من كان يطعمك إياه؟ قالت اللبؤة: كنت أصيد الوحش وآكله. قال ابن آوى: أرأيت الوحوش التي كنت تأكلين، أما كان لها آباء وأمهات؟ قالت بلى. قال ابن آوى: فما بالي لا أرى ولا أسمع لأولئك الآباء والأمهات من الجزع والضجيج ما أرى وأسمع لك، أما إنه لم ينزل بك ما نزل إلا لسوء نظرك في العواقب وقلة تفكيرك فيها وجهالتك بما يرجع عليك من ضرها. فلما سمعت اللبؤة ذلك من كلام ابن آوى عرفت أن ذلك مما جنت على نفسها، وأن عملها كان جورا وظلما، فتركت الصيد وانصرفت عن أكل اللحم إلى الثمار والنسك والعبادة. فلما رأى ذلك ورشان الذي كان يعتاش من الثمار قال لها: قد كنت أظن أن الشجر في عامنا هذا لم يحمل لقلة الماء، فلما أبصرتك تأكلينها وأنت آكلة اللحم علمت أن الشجر هذا العام أثمر كما في كل عام، وإنما أتت قلة الثمر من جهتك، فويل للشجر وويل للثمار وويل لمن عيشه منها، ما أسرع هلاكهم إذا دخل عليهم في أرزاقهم وغلبهم عليها من ليس له فيها حظ ولم يكن معتادا على أكلها. فلما سمعت اللبؤة كلام الورشان تركت أكل الثمار وأقبلت على أكل الحشيش والعبادة. وإنما ضربت لك أيها الملك هذا المثل لتعلم أن الجاهل ربما انصرف بضر يصيبه عن ضر الناس، كاللبؤة التي انصرفت لما لقيت في شبليها عن أكل اللحم بأكل الثمار بقول ابن آوى، ثم عن أكل الثمار بأكل الحشائش بقول الورشان، وأقبلت على النسك والعبادة، والناس أحق بحسن النظر في ذلك، فإنه قد قيل: ما لا ترضاه لنفسك لا تصنعه لغيرك، فإن في ذلك العدل، وفي العدل رضا الله جل وعلا ورضا الناس. الفهم والاستيعاب.
واحد نضع إشارة صح مقابلة العبارة الصحيحة وإشارة خطأ مقابلة العبارة غير الصحيحة. واحد مؤلف كتاب كليلة ودمنة هو ابن مقفع خطأ. با تركت اللبؤة شبليها طلبا للصيد صح. جيم طلب ابن آوى من اللبؤة أن تصبر على فعل غيرها كما صبر غيرها على فعلها صح. دال انتهت القصة بقرار اللبؤة اعتزال الصيد وأكل الثمار خطأ. 2. ماذا فعل الإسوار بالشبلين؟ قتل الشبلين وسلخ جلديهما وانصرف بهما إلى منزله ونبذهما بالعراء. 3. كيف كانت ردة فعل اللبؤة عندما رأت ما حل بشبليها؟ اضطربت ظهرا لبطن وصاحت وضجت. 4. ما القرار الذي اتخذته اللبؤة بعد تفكرها في كلام ابن آوى؟ تركت الصيد وانصرفت عن أكل اللحم إلى الثمار والنسك والعبادة. 5. نذكر سبب تراجع كمية الثمار في الغابة لأن اللبؤة أصبحت تأكل هذه الثمار. المناقشة والتحليل. 1. نبدي آراءنا في قرار اللبؤة الأخير، تترك الإجابة للطالب وتقدير المعلم. 2. نناقش الأسباب التي أدت إلى تغير نظرة اللبؤة إلى الحياة بسبب مقتل شبليها وتأثرها بحديث ابن آوى حين أخبرها أن ما حدث لشبليها هو نتيجة لما فعلته بالآخرين. 3. نوضح جمال التصوير في قوله لكل عمل ثمرة من الثواب، شبه العمل بالثمرة الطيبة. 4. نعطي كل شخصية مما يأتي الصفة الصفة التي تناسبها من بين القوسين اللبؤة ابن آوى الإسوار. الحكمة تغير الطبع، القسوة الجبن. اللبؤة تغير الطبع، ابن آوى الحكمة، الإسوار القسوة. 5. معتمدين على أحداث القصة وشخصياتها، نناقش العبر التي يمكن توظيفها والإفادة منها في واقعنا المعيش. عدم ظلم الآخرين، أن يكون الإنسان حكيما في تصرفاته، تحمل المشقة أفضل من الراحة على حساب الآخرين. اللغة. 1. نطلق على أنثى الأسد اللبؤة وعلى صغيرها الشبل، ونطلق على أنثى الظبي عنود، وعلى صغيرها خشف طلا، وعلى أنثى الجمل ناقة، وعلى صغيرها حوار. 2. نوظف الكلمات الآتية في جمل مفيدة من إنشائنا: الجزع، الإنصاف، الجور. الجزع: أصيب الأطفال بالجزع عند سماعهم أصوات الطائرات. الإنصاف: الإنصاف من أخلاق المسلمين. الجور: جعل الله الجور بين العباد محرما. 3. نفرق في المعنى: وجدت اللبؤة على شبليها بعد أن فتك بهما الإسوار. وجدت أي حزنت. ب. وجدت الطالبة ضالتها في هذا الكتاب، أي أدركت وأصابت. النص الشعري. بين يدي النص: معروف الرصافي. معروف الرصافي شاعر عراقي، ولد في العاصمة العراقية بغداد عام 1875 ميلادي. له ديوان شعري، والقصيدة التي بين أيدينا تتناول أهمية الأخلاق في بناء الإنسان ودور الأم في غرس بذورها وتعهدها، ويقدم في القصيدة صورة مشرقة للأم على امتداد العصور. التربية والأمهات. هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات. ولم أر للخلائق من محل يهذبها كحضن الأمهات، فحضن الأم مدرسة تسامت بتربية البنين أو البنات. وأخلاق الوليد تقاس حسنا بأخلاق النساء الوالدات، فكيف تظن بالأبناء خيرا إذا نشأوا بحضن الجاهلات؟ أليس العلم في الإسلام فرضا على أبنائه وعلى البنات؟ وكانت أمنا في العلم بحرا تحل لسائليها المشكلات.
وعلمها النبي أجل علم فكانت من أجل العالمات. ألم نر في الحسان الغيد قبلا أوانس كاتبات شاعرات، وقد كانت نساء القوم قدما يرحن إلى الحروب مع الغزاة، يكن لهم على الأعداء عونا ويضمضن الجروح الداميات. وكم منهن من أسرت وذاقت عذاب الهون في أسر العداة. فماذا اليوم ضر لو التفتنا إلى أسلافنا بعض التفات. الفهم والاستيعاب. 1. نكمل الفراغات الآتية بما يناسبها من النص. ألف: أفضل محل لتهذيب الخلائق حضن الأمهات. ب: طلب العلم في الإسلام فريضة. جيم: يتسامى حضن الأم بتربية البنين أو البنات. دال: لا نرتجي من الأبناء خيرا إذا نشأوا بحضن الجاهلات. 2. نوضح دور الأم في غرس الأخلاق الطيبة في نفوس الأبناء. الأم تغرس في نفوس أبنائها القيم النبيلة والأخلاق الرفيعة وتتعهدهم بالرعاية والحنان. 3. نذكر المقياس الذي تقاس به أخلاق الوليد. تقاس أخلاق الوليد بأخلاق أمه. 4. نعدد بعض الأدوار المهمة التي تطلع بها المرأة. مربية لأبنائها وهي كاتبة وشاعرة ومعلمة للأجيال ومشاركة في الحروب. 5. نستخرج من الأبيات ما يتوافق معنا ومعنى أحمد شوقي: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فحضن الأم مدرسة تسامت بتربية البنين أو البنات. المناقشة والتحليل. واحد: نستنتج الشبه بين النبات والأخلاق الفاضلة. النبات يحتاج إلى رعاية واهتمام كي ينمو ويترعرع، وكذلك الأخلاق تحتاج إلى رعاية واهتمام والسقاية بالمكرمات. 2. نوضح جمال التصوير في البيتين الآتيين: وكم منهن من أسرت وذاقت عذاب الهون في أسر العداة، وكانت أمنا في العلم بحرا تحل لسائليها المشكلات. البيت الأول شبه العذاب في ظل الأسر بطعام في ظل الأسر بطعام مر المذاق. 2. البيت الثاني شبه علم السيدة عائشة رضي الله عنها بالبحر في سعته. 3. نوازن بين أسرتين إحداهما تعني بتربية أبنائها وبناتها على الأخلاق الحميدة، وأخرى لا تلتفت إلى سلوك صغارها. الأسرة التي تربي أبنائها على الأخلاق ينشأ أبناؤها نشأة طيبة على هدى وتقوى من الله، نافعين لأهلهم ومجتمعهم. أما الأسرة التي لا تلتفت إلى سلوك أبنائها فقد ينحرف أبناؤها عن طريق الصواب، وبذلك يصبحون عبئا على الأهل والمجتمع. 4. نقدم أمثلة من التاريخ لنساء كان لهن بصمة واضحة في الحياة: السيدة عائشة أم المؤمنين، جميلة، بحيرد، دلال المغربي. 5. نوضح دور الإسلام في توجيه الأهل في إلى تربية أبنائهم على الفضيلة. اهتم الإسلام بتوجيه الأهل إلى تربية أبنائهم تربية صالحة، وحثهم على غرس الفضيلة والأخلاق الحميدة في نفوسهم، وتأديبهم على حب النبي وحب البيت وتلاوة القرآن والصلاة، لأنه بصلاح الأبناء يسعد الآباء. التدريبات: التدريب الأول نعين الفعل المبني فيما يأتي ونبين علامة بنائه. ألف: قال تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ب: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. جيم: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمموا. دال: وإذا النساء نشأن في أمية رضع الرجال جهالة وخمولة. نبين الجدول أمامنا.
الفعل المبني وعلامة بنائه. اللغة: نذكر مفرد كل جمع من الجموع الآتية: السائلين، السائل، الحسان، الحسناء، الجروح، الجرح، الداميات، الدامية، المشكلات، المشكلة، العالمات، العالمة. القواعد: بناء فعل الأمر، مراجعة، تدريب. 1- نحول الأفعال الماضية فيما يأتي إلى أفعال أمر ونجري ما يلزم، مراعين علامات البناء. ألف: خرجت اللبؤة في طلب الصيد. أخرجي في طلب الصيد. ب: انصرف الإسوار بالشبلين إلى منزله. انصرف بالشبلين إلى منزلك. جيم: رضيت اللبؤة بقضاء الله. ارضي بقضاء الله. الإملاء: الألف اللينة، مراجعة. 1- نكتب ماضي كل فعل مضارع تحته خط، مراعين قواعد كتابة الألف اللينة. ألف: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ترجو ماضيها رجا. ب: نبني الأجسام وتبنينا، والهمة في الجسم المرن. نبني ماضيها بنا. جيم: قد كنت فيما مضى أرعى جمالهم، واليوم أحمي حماهم كلما نكبوا. أرعى ماضيها رعى، أحمي ماضيها حما. 2- نستخرج الأسماء المنتهية بألف لينة ونبين سبب كتابتها على صورتها في الأمثلة الآتية. 1- ألقى المسافر عصا الترحال. ب: ولد الرسول الكريم في مكة أم القرى. جيم: قالت الكبرى: أتعرفنا الفتى؟ قالت الوسطى: نعم، هذا عمر. قالت الصغرى: وقد تيمتها، قد عرفناه، وهل يخفى القمر؟ وهل يخفى القمر؟ دال: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. ها: سعت فرنسا إلى إحلال اللغة الفرنسية محل اللغة محل العربية في دول المغرب العربي. نلاحظ الجدول أمامنا يوضح الأسماء المنتهية بألف لينة وسبب كتابتها على صورتها. البلاغة: تطبيق عملي على السجع. التدريب الأول: نعين السجع فيما يأتي. 1- اجعل من حياتك لوحة جميلة ملونة بألوان السعادة، ووازن بين الكد والعبادة، وتحلى بالطموح والإرادة. اتحدت الجمل الثلاث: ملونة بألوان السعادة، ووازن بين الكد والعبادة، وتحلى بالطموح والإرادة في الحرف الأخير في كل منها. 2- قالت لأمها: دثريني أمي بثوب دعائك، واتركيني محلقة في أفق سمائك، فقلبي ينبض بطيب سخائك. اتحدت الجمل الثلاث: دثريني أمي بثوب دعائك، واتركيني محلقة في أفق سمائك، فقلبي ينبض بطيب سخائك في الحرف الأخير في كل منها. 3- أبي يا بسمة أذابت حزن السنين، ويا لمسة أزاحت عن روح الأنين، ويا فرحة جددت عند الحنين، ويا هيبة أكسبتني العقل الرزين. المثال مركب من 4 جمل اتحدت جميعها في الحرف الأخير في كل منها، وهو النون في السنين، الأنين، الحنين، الرزين. 4- كتابي يؤنس وحدتي وينسيني ليل غربتي. اتحدت الجملتان يؤنس وحدتي وينسيني ليل غربتي في الحرف الأخير. التدريب الثاني: نمثل بجملتين من إنشائنا على السجع. ما خلق الله داء إلا وخلق له دواء. الإنسان بآدابه لا بزيه وثيابه.